يعني خلاصة عهد أو خلاصة دور الإمام علي في عهد أبي بكر الصديق، يظهر لي أنه لابد أن نبين يعني سريعا بعض المواقف من الأحداث المشهورة، سواء الموقف من السلطة أو من توزيع الأموال أو من الفتوح أو من حروب الردة أو من جمع القرآن أو من بعض السياسات الإدارية. ربما نختصر طبعا موقفها من السلطة أو مما حصل يوم السقيفة، يظهر لي أن الجميع قد رووا يعني سنة وشيعة ومعتزلة وخوارج، ويعني رويت أن له موقف معارض من مما حدث يوم السقيفة، وأهل السنة يروون أنه لم يبايع إلا بعد 6 أشهر، يعني أن هناك موقف معارضة، هذا مروي في الصحيحين، وبعضهم يرى أنه لم يبايع مطلقا وبعضهم يرى أنه بايع مكرها، لكن يظهر لي أن الإمام علي كان مع نص الغدير، وكان كذلك من حيث الاحتجاج احتج على قريش بنفس حجتهم على الأنصار في الكلمة المشهورة عنه أنهم احتجوا بالشجرة وتركوا الثمرة، وكذلك احتج على مسألة الشورى بالأبيات المشهورة: إن كنت بالقربى ملكت أمورهم فغيرك أولى بالنبي وأقرب، وإن كنت بالشورى ملكت أمورهم فكيف ذلك؟ كيف بهذا والمشيرون غيبوا. والغريب نعم، والغريب أن الحجج القوية غالبا تكون في روايات ضعيفة، والحجج الضعيفة غالبا تكون في روايات قوية، يعني عند أهل الحديث. وهذا يكشف لنا أن هنا أن معظم أهل الحديث، إن لم يعني كثير من أهل الحديث أو النسبة العظمى منهم، كانوا مع إخفاء الخلاف أو مع السلطة ولو كانت حجتها ضعيفة، وتعرض عن المعارضة ولو كانت حجتها قوية. فأصبح أهل الحديث خاصة من أيام يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي على رأس القرن الثاني، كان المتن يسبق الإسناد، بمعنى أنهم أصبحوا يراقبون ما يتفق مع السلطة والمذهب مع بعض، فيقوونه ويصححونه ويوثقون رواته، وينظرون ما يتعارض مع السلطة والمذهب معا فيضعفونه ويضعفون رواته. وهذا دراسة لي خاصة عن شعبة بن الحجاج المتوفي عام 160، كان آخر المنصفين تقريبا، أو نقول المنصفين، نقول كان آخر الذين لم يكن يؤثر فيهم المذهب ولا السلطة، فكانوا يروون عمن يرون أنه ثقة حتى ولو كان مذهبه مخالف أو رأيه مخالف، فكان يعتمد على دائرة الصدق. طبعا هذا بس تعليق. طبعا مواقف الإمام علي أيضا من حيث القرآن الكريم، عرفنا أنه عمل على جمعه وتسليمه للخلافة مع الأيام الأولى، وكان مكتوبا عنده كاملا، ولأنه كان آل على نفسه أن يجمع القرآن، والقصة معروفة أنه يعني لم يقبل منه، ثم عمل بطريق علني وسري على إيصال هذا القرآن إلينا، فوصل إلينا كما قلت سابقا بقراءة الإمام علي بن أبي طالب وجمعه يعني، لكن الترتيب قد يختلف في الصور. طبعا من مواقفه أيضا من مسألة الأموال والخمس وكيف أنه لحظة قبل شيخ السلطة لما ترفض هنا ترفض القرآن، هل هي قلة ثقة بالإمام علي أم هو يعني حركة سياسية؟ يعني ما هو الشيء اللي يخليهم يرفضون القرآن؟ لا، ليس رفض القرآن، وإنما الخلاف السياسي عندما يتخاصم شخصان لا يقبل أحد من الآخر ولو حقا، يعني يبدأ يأخذ هذا الحق من آخرين، فلذلك هل هناك فضيلة الشيخ من شهد القرآن آية آية مثل علي؟ لا، ولذلك اضطروا أن يجمعوا القرآن من صحابة ومن العسيب النخل، ومن يعني لم يأخذوه من لم يحبوا أن يكون الإمام علي هذا المكان، يعني للمنافسة السياسية، لأنه الخصومة موجودة، الخصومة عمياء، إذا وجدت الخصومة خلاص، إذا تخاصمت معك سأرفض كل شيء منك وأحاول أن أتي به من طريق آخر. فهذا ليس رفضا للقرآن، لكنه
يعني ترك الطريق الطريق القريب المستقيم اليسير والبحث من طرق أخرى متعبة خلاف الأولى. أي نعم خلاف الأولى. طبعا موقف منفدك بشكل عام من الأموال منفدك، يعني كان شهادته لفاطمة مع أم أيمن، ومن ذلك قول أبي بكر ابن رجل مع رجل وإلا امرأة مع امرأة، يعني لم يقبل الشهادة. وهذا فصل فيها البلاذري في أول فتوح البلدان، أول كتاب فتوح البلدان فصل في كثير من موقف علي من الأموال. وأيضا الخمس يعني أيضا انتهى مع وجود آية في كتاب الله واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن الله خمسه، والآية هذه انتهت ويعني لم يعد لها تطبيق تقريبا من عهد أبي بكر، حولت في الكراع والسلاح، ثم عمر أعاد أجزاء من الخمس وأبقى على أشياء، ثم عثمان كل الخمس جعله في قرابته وفي مروان وغيره، واستمر في يد السلطة فيما بعد. في هذا في مسألة الأموال هذا أيضا كان له موقف من حروب الردة الصريحة. حروب الردة هذه تطلق على معنيين. الردة الصريحة كردة مسيلمة وطليحة الأسدي كان مع الخلافة ضدها، وحتى لا ترجع راجعة الإسلام كما في الآثار المشهورة عنه. وأما القسم الثاني من حروب الردة وهي منع الزكاة، فيظهر أنه كان لا يرى حربهم، كما روى الواقدي في كتاب الردة في صفحة 259 عندما لا يرى ردة حضرموت ولا ردة مالك بن نويرة، هذه كان منع الزكاة. وكانوا في أشعارهم هؤلاء يثبتون النبوة ويثبتون الإيمان باليوم الآخر ويثبتون الإسلام أنفسهم، وإنما كان منعهم للزكاة لسببين. بعضهم لأنه وزعها على فقراء قومه والبعض الآخر كردة كندة، هذه كندة كل ما يسمى ردة كندة إنما هي من أجل ناقة من كرائم الأموال لواحد اسمه فراثة بن سراقة الكندي، خالف فيها زياد بن لبيد البياضي والي أبي بكر على حضرموت، وكان والي من أيام على النبي وهو فخالف وأخذ ناقة كانت عزيزة على حارثة بن سراقة، فأمره حارثة بن سراقة أن يأخذ ناقة أخرى فأبى، فنشبت الردة عندما استخلص ناقته، أخذ يعني جماعة من جماعته واستخلصوا الناقة بالقوة، فنشبت ما يسمى ردة كندة، بينما هي يظهر لي من خلال أشعارهم أنها لم تكن ردة. نعم ربما الأحنف ربما الأشعث بن قيس يعني أحالها إلى مسألة عصبية قبلية، لكن صالحي كندة لم يكونوا مرتدين وكانوا مسلمين، وكذلك مالك بن نويرة كان مسلما ووزع زكاته، ولم يكن يعتاد أن يأتي بعد النبي، بل يعني رجل آخر من غير بني هاشم. ولذلك أيضا في بعض تلك النصوص أنه قالوا ماذا فعل علي والعباس، كانوا يعني كان عندهم شك أنه غريب عندهم أن يأتي يعني شخص من غير بني هاشم فيتولى. فهذا كان الرفق هنا أولى والبيان بالحجة، يعني كان الأولى بالسلطة أو الخلافة أن تبين لهم بالحجة، وليس طبعا موقف مانع الزكاة طبعا لم يكن بالتأكيد يرى سبيهم ولا أخذ أموالهم ولا لأنهم مسلمون ولا يدخلون حتى أهل الردة مثل مالك بن نويرة، لا يدخل حتى في أهل بغي، لأن الخارجين على الإمام إما مرتدون صراحة وإما أهل بغي وإما خوارج. حتى أهل بغي لا تنطبق على مالك بن نويرة، لأن أهل بغي يشترط فيهم أن يكون لهم شوكة يعارضون بها السلطان ويمنعون السلطان من فرض سلطته على ولايتهم أو على إمارتهم، كما فعل معاوية. معاوية مثلا انطبق عليه حد البغي أو مسألة البغي لأنه منع كثير هذه ما ذكرناها احنا في خلافة أبي بكر، كثير من المشاهدين ليس من وظيفتهم متابعة الأحداث التاريخية، ما يطالعون التاريخ ولا يطالعون لهم الأحداث في القنوات أو في الإذاعات، فلو تتفضلون تعطونا ملخص قصير جدا على قضية مالك بن نويرة. أي مالك بن نويرة ولها النبي على صدقات بني يربوع من بني تميم، وكان مالك بن نويرة ويلقب الجفول من صالح بني تميم، وكان رجلا يعني مشهورا في قومه وصالحا، وإنما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام أمسك صدقة قومه حتى ينظر في الأمر ثم وزعها على قومه، ف
فأغزاهم أبا بكر خالد بن الوليد ووطي أرضهم و يعني سألهم عن إسلامهم، قالوا نحن مسلمون، وصلوا معه كما فعل خالد في بني جذيمة. يعني لو كان النبي حيا لقال اللهم أني أبرأ إليك ما صنع خالد كما قالها في بني جذيمة، فأمر بأخذ أسلحتهم ثم أمر بضرب أعناقهم. وتزوج زوجة مالك بن نويرة وغضب حتى عمر بن الخطاب، حتى السلطة أو الخلافة عمر بن الخطاب غضب من فعل خالد هذا. يعني في نفس الليلة، في نفس الليلة التي قتله تزوج امرأته. اي طبعا طبعا خالد معروف يعني بالمجازفات، هو رجل عسكري ليس فقيها، و يعني عنده مجازفات واخطاء تبرأ منها النبي في عهده وكررها للاسف كررها في عهد ابي بكر. يعني كان يعني كانه مصر على 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 هذه العسكريه او هذه هذا الفتك بالمخالفين، وهو الذي وطد حكم ابي بكر او خلافه ابي بكر خالد الوليد في خاصة في بن مع بني أسد شمال وشرق المدينة، ثم بني تميم، ثم وصل إلى نجد في مع مسيلمة، ثم اتجه إلى فتوح العراق. فالقسم الشرقي والشمال يعني من المدينة والشمالي كان خالد رجل أبي بكر، وكان هناك توازنات، وكلاهما من بني يقظة بمعنى مخزوم بن يقظة وتيم بن مرة، مخزوم بن يقظة بن مرة من أولاد مرة. يعني أبو بكر وخالد كان من فرع متساوي في النسب، لو تلاحظ عمود النسب هما يعني أبناء عم، بينما عمر من البيت الآخر بني عدي أعلى كان يركز على أبي عبيدة وهو قريب من بني الحارث بن سهر، فأيضا أبعد عمر الولايات إلى منطقة أعلى أوسع في قريش، لأن كلما ارتفعت في النسب ارتفعت إلى سعة أكثر في النسب. فكان عمر لا يطيق. ايضا عمر عزل خالد لانه يعني من يعني هو اخف بقريش، خالد اقرب الى لب قريش، لب قريش بن عبد مناف، فبنو مخزوم قريبون هم وابو بكر الى حد ما. عمر وابو عبيده وعمر بن العاص يعني رجال عمر كانوا اوسع في الدائره، عمرو بن العاص السهمي بنو سهمه بن عمرو بن حصيف، وعمر بن بني عادي والحارث، وابو عبيدة بن بني الحارث بن سهر، فهذه اعلى من ظواهر قريش، يعني هذه من ليسوا من لب من لب قريش يعني في هذا الامر. فهناك توازنات نسبيه قرشيه، حتى داخل بيت القرشي هناك كان عمر يعمل على التوازنات، على الا لان بن مخزوم كانوا قوه كبيره يعني، فعمل وهم اخوان عمر، لكنه عمل على يعني هدهم كما هدى من قبل بنو هاشم، وأعاد يعني عمر التوازنات بالرفع من بني أمية أو تولية يعني معاوية ويزيد بن أبي سفيان، ويعني البيت الأم من بني عبد مناف وظف بني أمية، ومن نعم. من البيوت العظمى وظف بني سهم، وكذلك بني الحارث بن سهر والظواهر. على أي حال في مسألة نعم. إذا مانع الزكاة قلنا أنه يعني انها قسمان، قسم يعني ليس هناك احد منع الزكاه بالكليه وهو يقرا القران الكريم، وانما لم يكن في فرق بين منع الزكاه بالكليه وبين ايصالها الى المدينه. الايصال الى المدينه هذا امتنعوا منها، اما لتوجس لعدم بلوغهم الخبر، لانكارهم لتولي بيت اخر، لاي سبب اخر، الا ان منع الزكاه بالكليه لم يحدث الا ربما في اناس اختلطت عندهم الردة الصريحة بهذا، لكن المشهورين المظلومين في عهد أبي بكر كانت ردة مالك بن ما يسمى بردة مالك بن نويرة وهو مسلم، وشهد له أبو قتادة الأنصاري، وكذلك معظم ردة كندة. وفي ردة كندة رفض علي أن يعني أو أشار أبو بكر على عمر ما لو يبعث علي لقتالهم، فصرفه عمر عن ذلك وقال خشيت إن أبى أن يأبى الناس بعده يعني أو يتبين، يعني كأنه يقول دعه هكذا. بقي الأخير موقف من الفتوح، طبعا يظهر أنه مؤيد للفتوح العراق والشام، لأنهم هناك عرب تحت دولتين ظالمتين وهم الفرس والروم. طبعا أبرز إنجازات الإمام علي في عهد أبي بكر الحفاظ على الإسلام من الردة، لأنه يظهر لو جاهر بالمعارضة لجاهر الطلقاء والأعراب بالردة، وقد جاهرت قريش قبل بالكفر من اجل النبوه، ايضا منع العزله الفكريه والشعوريه عن صفوه اصحابه، والعمل على ادماجهم بالمجتمع والمشاركه مع الامر الواقع بالحق وبقدر
بقدر الإمكان حفظ فضائل أهل البيت وانت وحفظ القرآن الكريم كما سبق. وأيضا من آخر يعني مواقف دفن فاطمة يعني أو من ليلا نعم. ولم يؤذن بها يعني أبا بكر. هذه تلخيص تقريبا لعهد علي دور الإمام سعد أبي بكر. نعم.